السلام عليكم، نرحب فيكم ثانيا في مساق Fundamentals of Renewable Energy، ونستمر معكم في الوحدة الثالثة بنتكلم على Trends in the Global Energy Use، وين رايحة الاتجاهات العالمية في استخدام الطاقة بشكل أساسي. إذا بدنا نيجي نطلع عليها، احنا حاليا لما نيجي Change Total of Primary Energy Demand، لما نيجي نتكلم فيه بنلاحظ الرينيوبل انرجي عمال الديماند عليها بيزيد بشكل اساسي، والعالم رايح في اتجاه سستينبل انرجي سورسز باستخدام اللو كربون زي ايش الرينيوبل والايش والنيوكلير، بحاولوا يستبدلوا الكويل ب يعني الكويل هو اكثر ملوث الفحم، بحاولوا يعني يعملوا replacing by renewable sources أو باستخدام الناتشرال جاز والأويل، لساته مستمر في بنفس الاتجاهات اللي عندي. هذا بنيجي نطلع هاي التي بي اس sources اللي بنتكلم فيها، هاي بنلاحظ انه قطاع الكول لساته رئيسي، بيجي بعده الأويل، بيجي بعده ليش الناتشرال جاز، وهذه المشتقات اللي بنتكلم عنها رينيوبل مع نيوكلير مع غيره، يعني تقريبا 80% جاي من الفاصل فيول اللي بنتكلم عنه في هذا المجال. الالكتريسيتي نفس الشيء، لما نيجي نتكلم فيه يمكن الاعتماد على الاويل فيها اقل، بس الاعتماد على بشكل اساسي على الفحم والناتشرال جاز لانه الكفاءة تبعتهم اعلى. بنلاحظ قطاع النيوكلير والرينيوبل انرجي برضو موجود عندي، يمكن في الهيدرو هي اللاعب الاساسي في الرينيوبل انرجي. التي اف سي التوتال فول كونسومشن بنتكلم برضو لحتى الان الكويل حصة كبيرة، اللي يمكن الاويل الحصة الاكبر بشكل اساسي، والالكتريسيتي اند هيت هاي الحصص الموجودة عندي بشكل اساسي، هدول هم اللاعبين الاساسيين الكويل والاويل والناتشرال جاز والالكتريسيتي بشكل اساسي. البايو فيول والسولر وهدول قطاع بسيط يعني في هذا المجال. جلوبالي لما نيجي نتطلع عندنا هذه الحصص العالمية اللي بنتكلم فيها، سواء بنتكلم على الفحم، هنا إذا بدي أتكلم عليها طلع عندي هاي السولار والويند والجيوثيرمال الموجود عندي، هان عندي البايوماس اللي بتطلع عليه في هذا المجال والويست بشكل أساسي. هذا زي ما شفنا أكثر من 30%، 80% جاي عندي من المصادر الرئيسية اللي هي الفحم والغاز الطبيعي والبترول في هذا المجال. هاي الفاصل فيول فاليو زي ما شفتوا هنا بشكل أساسي، هاي الفحم وهاي الأول وهنا إيش الناتشرال غاز بشكل أساسي. الفحم والأويل اللي هي البترول هم المصادر الرئيسية في هذا المجال. الرينيوبل انرجي يعني لما نيجي نطلع هاي على عبر السنوات من 1850 ل 2010 كيف التركيز اللي عندي، سواء بدينا من عصر الستيم انجنز انتهينا بعصر الانترنت. ولما نيجي نتكلم هاي الكويل اللي عند الحصة تبعته، هاي حصة الرينيوبل الموجودة، هاي حصة الهيدرو، هذا حصة النيوكلير، هذا الناتشرال جاز، وهذه اللي عندي الاويل والاويل برودكت. بنلاحظ بشكل اساسي احنا بنتكلم على حارة واحدة، لسه اللاعبين الاساسيين زي ما هم ما تغيروش في هذا المجال. لما نيجي نطلع على القطاعات المستهلكة للطاقة بشكل اساسي، بنلاحظ القطاع الصناعة الريزيدنشال اند كوميرشال هذا الموجود، هاي قطاعات الترانسبورت، هدول هم البيج بلاير في عالم الاندستري او عالم الترانسبورت او عالم الريزيدنسي في هذا المجال. Almost is most dominant oil use will focus in petrochemical industry and transport premium fuel.
اللي عند الكويل اند جاز مور كامن ان هيفي اندستري اند باور جينيريشن. يعني لما نيجي نطلع عليها بشكل اساسي بنتكلم على الغاز الطبيعي والفحم يستخدم في انتاج الكهرباء، البترول ومشتقاته يستخدم في حقل المواصلات بشكل اساسي. All time high of 3,590 billion cubic meter in the world production. اللي عندي هذا بنتكلم على الفيول الناتشورال غاز بشكل أساسي. بنلاحظ الإيش إنه المصادر كثيرة. تشاينا إنديا and the Middle East contribute for 50% in the strong increase in the industry. يمكن بنلاحظ إحنا في المنطقة تبعتنا في ثورة في إنتاج الغاز الطبيعي، وبنلاحظ يمكن شرق البحر المتوسط صار مصدر من مصادر رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي، يعني يمكن الخلافات بين الدول الآن بدأت تظهر في مجال الشق الاقتصادي من الغاز الطبيعي. يمكن احنا في غزة من الله بنتكلم كثير عن غاز غزة وين رايح وايش صار فيه وايش لا، وبنتكلم انه اسرائيل هي المستفيد الاكبر في المنطقة من هذا المجال. وعادة عقود استخراج الغاز او بيع الغاز بتبقى عقود طويلة المدى، يعني اقصرها 10 سنوات واطولها يمكن بتوصل 30 سنة، لانه هذه صناعة بدها يعني مكلفة جدا واستخراجها مكلف جدا، فبده العقود تبقى ذات جدوى اقتصادية ليقوموا بهذا الاساس. بنلاحظ في 2017 هاي اذا بنطلع على هاي الكول هذه، وهذا هاي قطاع الغاز الطبيعي بنلاقيه اعتماد عليه بشكل كبير كمصدر رئيسي للطاقة. الآن لما نيجي نطلع على الفحم، الفحم ممكن استخدامه لا زال strong increase between 2013 3%. الرايز عادة في الصين والهند. China consuming 46% of global supply. 8% increase in the Chinese coal use in 2014. Global increase slowing down. عادة الدول النامية هي مستهلك كبير للفحم وبيستخدموه بشكل أساسي زي ما شفنا في إنتاج الكهرباء. الدول يمكن الديماند للكهرباء الإلكتريستي في الصين في ازدياد مضطرد. السبب إنه الصناعات الموجودة في الصين عمالها بتكبر وبتنمو بشكل مخيف، فهذا الشراهة لاستهلاك كهرباء زادت. فلهذا السبب نلاحظ إيش إنه الصين أصبحت لاعب رئيسي في مجال الطاقة على المستوى العالمي، وهذا في ضغوط دولية كثيرة على الصين لتنزل من استهلاكها أو اعتمادها على الفحم. وبالفعل الصين من اللاعبين الدوليين الكبار صاروا في مجال الرينيوبل انرجي، سواء نتكلم على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية زي ما حنشوف لاحقا إن شاء الله. الرينيوبل يعني بنتكلم minority around 14% globally in 2014. Share must increase fast. إذا احنا بدنا نتغلب على مشاكل التغير في المناخ وعالميا لازم يتم التركيز على مجال مصادر الطاقة المتجددة في العالم. يمكن دول أوروبا والاتحاد الأوروبي هم لاعب رئيسي في هذا المجال، هم اللي بحاولوا يدفعوا الكل أنه يستثمر في هذا المجال. لما نتكلم على Future Energy Demand and Supply بنتكلم على أنه عادة في عنده نمو للاقتصاد، في عنده نمو للسكان، وهدول ديناميكية لازم احنا نحطها في الحسبان. الستركشر يعني تشينجز في الستركشر اللي بنتكلم عليه، في قطاعات بتنمو، في قطاعات بتقل الاعتماد عليها او بتقل اعتمادها على الطاقة بشكل اساسي. الافيشنسي طبعا احنا بدنا نحسن من التكنولوجيا الموجودة ونخفف من اعتمادها على الطاقة في هذا المجال. لما نيجي في 2018 يعني خلينا نقول
بال نيشن بوبوليشن ايكونومي بنتوقع انه في 2018 اللي عنده مليون جي دي بي 20 بليون اللي بنتكلم عنه. من 2008 ل 2018 البوبوليشن انكريز 1% بير يير والايكونوميك جروث 2.5 بير يير. هذا ان شاء الله يعني زي ما بقول احلام البال نيشن هذه. لما نيجي للاندستري بنلاحظ القطاعات الطاقه الاندستري بتاخذ 56 41 للترانسبورت و17 للسيرفيس و32 للريزيدنشال اللي عندي اللي بيعمل لي التوتال فول كونسومشن 146 في هذا المجال. الان في عندي ثلاث سيناريات بنعمل فيهم بزنس از يوجوال، يعني فيش تغيير على اي سياسات جديدة، يعني فيش أي سياسة تغيير على السياسات الموجودة. Proceed with status quo، يعني امشي حسب الموجود في هذا المجال. ايش بنلاحظ؟ ان الـ population growth 0.5%، الـ economic growth 2%. هاي اللي عندي السكتور. ايش اللي حيصير عندي؟ residential growth عندي 1%، services 2%، 2.5 الترانسبورت 2، الاندستري 1%، الافشنسي امبروفمنت هذا الطبيعي اللي ماشي فيه 1% 1% في قطاع الترانسبورت 2% والاندستري 1%. فهذه بتعطيني هذه معادله تشينج ان انرجي يوز. الاي سيكتور بالتايم يعني بنحط الوقت، هذا الاي سيكتور اللي هي البيس تبعتي 2018 ضرب 1 زائد الفا to the power of t وفي 1 minus beta to the power of t. والاي سيكتور اللي هي بنتكلم على total final energy use of a sector at time t في البيتا جول. الاي سيكتور في 2018 اللي هي موجود عندنا اللي شفناه قبل شويه تبع السيكتور، الفا اللي هي السيكتور growth rate، والبيتا الافشنسي امبروفمنت، والتي والتايم اللي بنحكي عنه بالسنوات. طيب ناخذ مثال، انا بدي احسب قديش هذه في 2030. اللي عندي كان للالكتريسيتي كان 7، الان بدي احط عندي هنا الجروث في هذا القطاع 0.03 والافيشنسي الامبروفمنت 0.1، وهذه 15 سنه بدي احط على هذا المجال تعطيني قديش؟ 9 بيتا جول اللي عندي اللي بتوقعها في 2030. طيب لو جيت انا اطلع عليهم هنا البزنس از يوجوال سيناريو، ايش بلاحظ؟ بلاحظ انه يعني ظلت ماشيه الكونسومشن فيها زياده ازدياد، هنا ظل ثابت، هنا في ازدياد، هنا تقريبا زي ما هو، هنا بنلاحظ ايش؟ في الزياد في التوتال فول كونسومشن اللي بنتكلم عليه. يعني في الريزيدنشال تقريبا يعني في نقصان، في اللي عندي الاندستري ثابت تقريبا، اللي عندي في زياده قطاع اللي هي الترانسبورت وقطاع الايش السيرفيسز الموجود عندي. لما نيجي للبال نيشن من 2018 ل 2035 بزنس از يوجوال اللي عندي، هاي بلاحظ في الزياده عندي هاي ال 2018 وهي 2035 في عندي ازدياد اللي هي من تقريبا 7 تيراجول اللي بنتكلم عنه في هذا المجال الازدياد. وبشكل اساسي الازدياد اجى بقطاع الايش اللي عندي اثنين هذول اللي بالازرق ترانسبورت والسيرفيسز، لانه ضل عندي الاندستري زي ما هو، ضل عندي الريزيدنشال زي ما هو في هذا المجال. الان في عندنا رياح تغيير بتمر، في رياح التغيير هاي اللي عندي البوبوليشن جروث، صار في حكومات جديدة، تغير جديد، تبني لسياسات جديدة، فصار عندي هاي البوبوليشن جروث 2% والايكونوميك جروث 3% والريزيدنشال جروث هيو
ل 1%، 2.5% للسيرفيس ترانسبورتيشن، 2 للاندستري، 1. بس ايش اللي صار عندي؟ بيج امبروفمنت، هذه ليجيسليشن صارت قوانين طلبت امبروفمنت في الافشنسي في قطاع السيرفيسز والريزيدنشال 4.4%، في قطاع الترانسبورت والاندستري 2.2%، وصار مطلوب انه ندخل بالنسبه للبايو فيول بلندنج اوبليجيشن، هذا قوانين 20% من الترانسبورتيشن اويل يوز فروم 2018، يعني بده يدخلوا البايو فيول 20% يصير جايه لقطاع الترانسبورتيشن من البايو فيول، والالكتريك فيهيكل برضه 20% بحلول 2030 في هذا المجال. يشوف السيناريوز الموجود عندي بناء عليها ايش بلاحظ. هان هاي 2018 زي ما هي موجود، طلع عندي الترانسبورتيشن ايش عندي هان من الاويل برودكت 23، اجا 6 هاي الناتشرال جاز 20%، وهاي اللي عندي ايش اجا هنا من الترانسبورتيشن صار من الالكتريسيتي، لانه بديت انا استخدم ايش الكتريك فيهيكل، هذا فالالكتريكال الالكتريك فيهيكل ايش بدهن تشارجنج، فاستهلكت في هذا المجال، فصار الترانسبورت 32%، 32 والسيرفيسز 14. ايش بلاحظ عندي والريزيدنشال 20، الان كان عندي توتال فول كونسومشن 153 نزل ل 114، وهذا بيج امبروفمنت الموجود عندي. بزنس از يوجوال فيرسز التغير، هذا اللي عندي من 153 نزل ل 114، الالكتريسيتي من 45 نزلت ل 37، البايو انرجي زادت 6 هان، وعندي هان الاعتماد صار في قطاع الترانسبورتيشن، نزل الاعتماد على الاويل بشكل اساسي من 44 ل 23 تقريبا، النص يعني تقريبا خلينا نقول حوالين النص في هذا المجال. الان بزنس از يوجوال فيرسز اون ذا رايز، ايش بنلاحظ هنا الموجود؟ التوتال كونسبشن نزل بشكل اساسي في كل القطاعات بناء على القوانين الموجوده، يعني بعباره ثانيه اذا الانسان حب انه يغير الواقع الموجود فيه لقطاع الطاقه عالميا، ممكن بالقوانين وبالتكنولوجيا يغير هذا المجال. بناخذ بريك وبنرجع لاخر كومبوننت بنتكلم عنه، الفيوتشر اوف انرجي سبلاي اوتلوك ان شاء الله.